ما بغير كندوش على التحكيم. حنا كنلعبوا كره. بالنسبه لنا حنا اليوم جينا لعبنا مقابله جميله، قدرتوا تشوفوا انه فريق ديال الهلال بكل النجوم ديالو وقف، وصلنا حتى سجلنا ولينا كنقلبوا على ولينا ما بقيناش لاعبين ضد فريق الهلال، ولينا لاعبين ضد شي حاجه اخرى ما عرفناهاش. ملي كتشوف اخطاء صغيره كيمشي الحكم كيبقى 15 دقيقه 10 دقائق في الفار كيقلب على شي حاجه باش يحيد لك هدف، عندنا ما نديروا كواري ديالنا. راك شوم لعبنا كره حديثه، هبطنا كره، درنا داكشي علينا كاملين. حنا ما محتاجينش 40 مليار ولا 50 مليار ديال اللعابه باش اننا وفي الاخر نتسناو اربط يربحنا. حنا الوداد بطل افريقيا وغزه افريقيا، وفي ما كنا ان شاء الله. بالنسبه لي هذه المقابله ديال اليوم تبتات لنا اننا عندنا فريق ان شاء الله اللي غيلعب على التيتر ديال العام الجاي كاملين، وان شاء الله غنقولوا كلمه ديالنا. وهذا الشيء هو ماشي وعد مني، وعد الدراري كاملين وكاع الجمهور راه ان شاء الله يديروا فينا الثقه. الحمد لله اليوم تبتنا اننا درنا ماتش كبير والحمد لله سجلنا وتحيد لنا الهدف. مي حنا حاسين براسنا ملي خرجنا من الماتش دابا اننا درنا مقابله كبيره.